اليوم اللي وصلتي فيه أو بتعرفي توصلي، يعني وصلتي المرة لمرحلة غضب شديدة جدا فاضطريتي إن أنت تضربي جودي مثلا أو تعنفيها بطريقة جامدة؟ لما بتتخانق مع اخوها بصراحه، لان هي عصبيه أيوه جدا. شكل هو الإخوات مش بقى. عصبي، هو غلاوي، يعني ممكن يقوم خابطها وخبطه يعورها. انا ما بضربش، وباباها الحمد لله مش بيضرب، تمام. لكن ادم مش بيعرف يزعق، مش بيعرف يتعصب، فبيقوم خابط اللي قدامه باي حاجه. يا ساتر يا رب. فلما هي بتيجي تتعصب معاه، فانا لازم اكون احل المشكله، لازم افصل كل واحد في اوضه لغايه الاثنين ما يهدوا ويعتذروا لبعض. طب دي بس بتبقى اكتر مشكله عندي في البيت يوميا، يعتبر بصي هي واخوها. هما سنهم ما بينهم سنه ونص، ففوق دماغ بعض من الاخر، طول الوقت بيتخانقوا على كل حاجه. بس انا بقى الكلمه دي بقى مضايقاني، لان انا كده حسيت ان تربيه الولد عندك غير تربيه البنت. اصل الولد ما خالص. بيتكلمش انا كتير، عايزه بيقوم اقولك الاتنين يضرب. متربيين نفس التربيه، بس دي ليها شخصيه وهو ليه شخصيه. ايوه انت بتتعاملي مع الولد غير البنت، يعني انت بتتعاملي معاه لانه راجل، يعني اللي هو لا. خالص. يعني انا بتعامل، يعني انا عندي بصراحه، لا هو زي ما هي بتنظف اوضتها هو بينظف اوضته، زي ما هي برافو بتجهز شنطتها هو كمان، زي ما برافو، هي بتساعد في البيت هو بيساعد. يعني بيقف فانا عندي يساعد زي جودي بالظبط، بيساعد في البيت وبيعمل بالظبط كل حاجة. برافو عليكي، بالظبط. هو برافو. كمان ما شاء الله في فريق كرة القدم، بس هو مواليد 2013 لسه صغير، وفي فريق السباحة ما شاء الله. برافو عليكي، برافو عليكي. فسواء في الرياضة أو في البيت الاتنين بيتعاملوا نفس المعاملة. لكن كشخصية بقى واحد، لا هي ممكن تتعصب وتتشنج وتزعق، هو ما بيعرفش يعمل ده. هو البنات بيقوم بقى، يفشغله في أي حاجة، ممكن يمسك حاجة يكسرها. احنا الستات والبنات بنعرف نعبر، بنرغي اكتر، بنزعق اكتر. بالظبط. هو مش بيعرف يعمل ده، فبيفشغله في أي حاجة قدامه، فأنا لازم أبقى موجودة عشان أنا مش هسمح إن هو يتنوا عليها. ايه اكتر حاجة كنت رافضاها تماما في تربية مامتك ليكي يا منار، ولقيتي نفسك فجأة ايه ده، هو انا بعمل نفس الحاجات اللي انا كنت مش طايقة مامي تعملها معايا؟ إيه اكيد كلنا كده اصلا. بصي هقول لك، ماما كانت طول الوقت عايزاني مظبوطه، اللي هو ما تتكلميش بالاسلوب ده، وطي صوتك شويه، اقعدي كويس، افردي ظهرك، نزلي اعملي رجلك. رقبتك. فكنا طول الوقت بنتخانق بسبب الموضوع ده، بسبب التعليمات طول الوقت. بس لما بقى عندي بنت اكتشفت ان انا بقول نفس الكلام طول الوقت، افردي ظهرك، انت ظهرك كده هيبوظ، اعدلي رقبتك، انت ماسكه الموبايل كده ليه، ايوه رجلك بالظبط، مفتوحه كده ليه، مفيش بنت بتقعد بالمنظر ده، صح وطي صوتك، صح اهدي شويه. بقيتي فلقيتني تعملي بكرر نفس نفس الحاجات، الكلام بالظبط. بقيتي تعملي نفس الحاجات وبتقولي نفس الجمل. ماما ميرسي يا منار وعلى وجودك معانا النهارده، وحقيقي يعني ميرسي. انا ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا شايفه تربيه جميله، واكتر حاجه عجباني ان في رياضه وتربيه وعلام كله مع بعضه. اكيد الرياضه فرقه كتير قوي في حياتهم النفسيه حتى، مش بس في حياتهم العاديه. الحمد لله، فربنا معاكي، وان شاء الله بقى يبقى تسلمي لينا ايدك لقاء تاني بقى وهم ايه اكبر شويه. ان شاء الله. شكرا ليكي يا روح قلبي، تشرفت قوي ميرسي. بيكي، انا تسلمي كمان لي. اتشرفت بيكي، ميرسي يا جميل.